من ايام الطفوله والكاميرا هي جزء اساسي في حياتنا، واول فيديو صورناه كان قبل المرحله الابتدائيه، وعلى فكره ما زلنا الحين محتفظين فيه. غرفتنا بالبيت كانت اول استوديو مصغر لانتاج اعمالنا. حصولنا على المركز الاول في مهرجان الخليج السينمائي كانت نقطه التحول الحقيقيه بالنسبه لنا. بعدها ما ترددنا في اتخاذ قرار فتح مشروعنا الخاص وما ندمنا عليه ابدا. كسب الخبره والتطبيق شغفنا الاساسي من خلال الدراسه والاطلاع والاهم منهم التطبيق. حلمنا انتاج اول فيلم سينمائي خاص بشركتنا، ندوه تسع شامخات عززت من ثقه السوق بالشاب العماني في مجال رياده الاعمال. اكتسبنا من برنامج ساس الخبره الاداريه اللي كنا نفتقدها لتكوين شركه متكامله من خلال ورش العمل والدورات التدريبيه اللي قدمها البرنامج. شكر لابوي، شكر لامي، ما بخلتوا علينا بالتشجيع لا المادي ولا المعنوي. شكرا ساس، وفرت لنا الارضيه الصلبه لبدايه مشروعنا.